قلب الزبالة اللي في صندوق بين صندوق وشاوه. والمشكلة ديت كل يوم حضرتك بالليل من بعد صلاة العشاء تبدأ الريحة بريحة المقلب بتقلب على مينية صندوق وبتقلب على صندوق والبلاد المحيطة بالمقلب. ضرر اللي هو الدخان بخنونا بالليل. احنا مثلا احنا في الصيف وانت عارف طبعا، والناس اللي عايشين المستوى المتوسط عاوز معوش مثلا فلوس يشتري تكييفات، معوش فلوس مثلا يشتري حاجات عشان يقدر يعيش، فبيقفل بيضطر يقفل على نفسه ويعيش في ازمه اللي هي ازمه الريحه اللي هو اللي رد عليه. وفي نفس الوقت بتعمل ازدحام لان كل اللي يجي يعدي على طريق شاوه مكان ضيق والمقالب والزباله الصبح، فبتعمل ازمه اساسا في صندوق، ازمه مواصلات. واحنا ما طلبنا اساسا ان احنا عاوزين ننقل نعمل مثلا يعني المحافظ او اي المسؤولين يعني يعملوا اي مشروع مثلا عربيات اللي هي النقل الكبير، تحول الحاجات ديت لاستصلاح او نستخدم المخلفات ديت في انتاج بترول انتاج طاقه. بطلب منه انه نستخدمه مثلا نودوهم الصحراء عشان نحل ازمه المقلب، او نقترح عليه ان هو يعمل مشروع اللي هو تدويره نستخدمه في البترول، نطلع ننتج منه بترول. ضرر الدخان ده بيجي في الشغل بتاعي انا وبيجي في اكلي، والناس لما بتاكل هو اللي الشغل نفسه بيدخن، بيبقى يعني يكفي ريحته. عملوا لنا مظاهرات كمان، وقفلنا الطريق، وقفلنا الطريق ناحيه البر الثاني، ومفيش اي حاجه تغير. قال لك هيشيل هنشيل، ومفيش حد شال حاجه. والله اللي هم يسرعوا يعني اللي هم ينقلوه من هنا خلاص او يشيلوه خالص عامه، يطلعوا بره البلد، لان ده مش مكان اللي هو يتحط في وسط بلاد. ده مقلب زباله محطوط في وسط بلاد، ده المفروض ليه اماكن بره البلد خالص. انا اقول لك على مشكله واحده بس. هو دلوقتي احنا قدامنا القطر بتاع السكه الحديد اهو، تمام؟ تخيل انت بقى لو السكه الحديد دي مثلا وقفت 10 دقايق ولا ربع ساعه، تخيل انا في المحل هنا ببقى منظر عامل ازاي؟ طبعا لا عارف اقف جوه ولا عارف اخرج بره ولا عارف اعمل اي حاجه. ولا طبعا في زبون بيبقى واقف لي هنا، لان كل ما بيطقش الريحه. وبعدين هي فكره واحده، ما مثلا ممكن الناس دي ممكن تشتغل مثلا من بعد نص الليل مثلا من بعد الساعه 12 واحده، وكذا كذا 10 15 عربيه نقول له مره واحده، مش كل شويه تلاقي عربيه معديه، كل شويه في عز الظهر تلاقي عربيه معديه. طب ده منظر والله العظيم، ما بتلاقي زبون يدخل، هيدخل هيعمل لك ايه؟ هيطق الريحه ازاي اذا كان انا بسيب المحل واخرج؟ هو هيقف لي. والله انا بس بشوف بس اي حد مسؤول اللي له علاقه بالموضوع ده يحاول ينجز في الموضوع ده شويه بس، لان الموضوع مش ناقص ضرر، كفايه اللي البلد فيه يعني، كفايه لا فيه شغل ولا فيه اي حاجه من غير اي سبب، فاحنا مش مستحملين اصلا. الزباله حضرتك لما بتولع بتقلب الريحه علينا والزبائن بيشتكي، وزي ما انت شايف حضرتك الزباله لما بتيجي ما بقاش في زبون في المحل، فعايزين نشوف حل للسيادة المحافظ يشوف لنا صرفه في المقلب دي يشيلوا لنا من هنا، او المسؤولين عن المنطقه يعني في اقرب وقت، لان الريحه لما بتقلب بتبوظ المكان وفي ناس تعبانه جدا وفي ناس بتضر من المشكله دي جامد. والله اتكلمنا كتير وما فيش اي نتيجه بتحصل ولا اي حاجه، حد بيعمل اي حاجه لحد هنا. وقت ما الريحه بتطلع الزبون بيسيب المحل وبيمشي، وايام بقفل المحل. يعني الزباله لما ريحتها بتقلب عليا بقفل المحل، وساعات بسيب المحل وبنمشي.